ومعنا عبر سكايب من الدوحة الصحفي والإعلامي حسين دلي، مرحبا بك. إذن نبدأ من مجلة فورين بوليسي التي ذكرت أن واشنطن ستبقي قاعدة لها في قاعدة تنف وكيلو 55 قرب العراق لإعاقة ما سمته الصحيفة الهلال الشيعي. هل تعتقد أن الإبقاء حسين على القوات الأمريكية الغرض منه وقف التمدد الإيراني أم يتعدى لأغراض وأهداف أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للرافدين وشكرا على الاستضافة، تحية لكم ولجمهوركم الكريم. حياك الله. من الواضح أن هناك تدافع يجري على قدم وساق بين المشروع الأمريكي والمشروع الإيراني في المنطقة، والعراق هو قطب الرحى والساحة الرئيسية لهذه المواجهة. اليوم في الفترة الأخيرة هناك نواب يعرفون بأنهم محسوبون على الخط الإيراني، يتوزعون على تحالفي البناء وحتى الإصلاح، يدعون إلى جدولة إخراج القوات الأمريكية. يبدو أن قرار الرئيس الأمريكي ترامب الأخير بالانسحاب من سوريا وفق ضوابط معينة وعلى مدى أشهر قليلة أحدث خلخلة في ميزان القوى في المنطقة، وأعاد عند بعض القوى حساباتها، وبالتالي يرى كثيرون ممن يحسبون على المشروع الإيراني في العراق أن الجهة المستهدفة ستكون الحشد، ولذلك تراهم يحاولون الآن إجبار البرلمان العراقي على إصدار قانون أو إعادة الاتفاقية الأمنية بشكل جديد يسمح بأن تتدخل الحكومة العراقية أو البرلمان العراقي في صياغتها من جديد، وبالتالي إعداد مسودة تهدف إلى إخراج القوات الأمريكية. لكن هذا الأمر ليس بهذه البساطة، القوات الحكومة العراقية مكبلة وفق الاتفاقية الأمنية التي عقدها نور المالكي، بالمناسبة نور المالكي الذي هو الآن وبعض المحسوبين عليه من أشد المطالبين بإخراج القوات الأمريكية. ينبغي أن يعلم الشارع العراقي أنه هو المهندس الرئيسي من الجانب العراقي لهذه الاتفاقية الأمنية التي تعطي القوات الأمريكية مساحة كبيرة وهامش للحركة، وما التحركات الأخيرة إلا جزء من بنود تلك الاتفاقية التي لم تظهر إلا الآن. هناك أنباء عن تحرك القوات الأمريكية في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار، هل تعتقد أستاذ حسين أن ذلك التحرك يأتي في إطار فرض النفوذ وتأكيده؟ طبعا هي ليست الفلوجة وحدها، إنما أحدث هذه المقاطع الفيديوية التي وصلت لانتشار القوات الأمريكية في المناطق السنية عموما، شاهدناها في بيجي وفي ديالة وفي كركوك وجامع صلاح الدين وحتى الموصل بأطرافها، ناهيك عن مناطق عديدة في محافظة الأنبار. أكثر التحركات حدثت في محافظة الأنبار باعتبارها متجاورة مع الجانب السوري، حيث القوات الأمريكية تحاول انسحاب من تلك القواعد التي تقع على شرق سوريا وغرب العراق على الحدود بين البلدين، وبالتالي أبرز هذه المظاهر تظهر في المناطق التي أو المدن التي تنتمي لمحافظة الأنبار. لكن بالمجمل وبرأيي الشخصي أن هذه التحركات هي ليست نذر مواجهة، بل هي ربما استفزازات أو في إطار إثبات الوجود القوات الأمريكية، أو أن هذه التحركات محاولة لجس النبض في الساحة من قبل القوات الأمريكية أو من قبل الإدارة الأمريكية، ولا أعتقد أنها ستنجر إلى مواجهة سواء مع الحشد الشعبي أو مع القوات الحكومية. طبعا ليست هناك أي مواجهة، لأن القوات الحكومية تقول أن هذه التحركات بمعرفتها وبالتنسيق معها، وتذكر في نفس الوقت هذه القوات أن القوات الأمريكية هي صاحبة الفضل عليها في التدريب والتسليح، وعبد الأمير يار الله نائب قائد العمليات المشتركة وهو من أرفع القيادات العسكرية الموجودة حاليا في العراق، في مقابلة أخيرة قبل يومين ذكر أن التسليح العراقي يعتمد كليا على الجانب الأمريكي، وبالتالي أي مطالبة بإخراج القوات الأمريكية يعني إلغاء هذا التسليح والمشاريع، وبالتالي تكبيد العراق مليارات مئات المليارات من الدولارات، فضلا عن أن هذا القرار لو تم وهو مستبعد كليا سيعني أن العراق سيتجه إلى روسيا لإعادة التسليح، وهذا طبعا يقلب المعادلة كليا، ولا تستطيع الحكومة العراقية المثقلة بالديون القيام بمثل هذه الخطوة، بل أن هذه المسألة تبدو بعيدة المنال حتى الوقت الحاضر. أفهم من كلامك أنك استبعدت أي مواجهة مباشرة، مواجهة إيران في داخل العراق الساحة، ساحة المواجهة، لكن إذا هل هي حرب باردة بين أمريكا وإيران في العراق ستستمر؟
ممكن نقول هذا الكلام. طبعا في لغة المصالح والسياسة كل الأمور قابلة للتغيير، ليست هناك أشياء ثابتة في السياسة، والأمور العسكرية تلحق بهذه المسائل وتبع لها، ربما تحدث هناك مواجهة قد تنقل الموازين ويحدث. يعني لو رأينا مثلا النظام السوري كان حليفا للأمريكيين في حرب 91، لكنه أصبح الآن في محور معاكس ومضاد للقوات الأمريكية، وإيران وإن كان في الضار أنها معادية للمشروع الأمريكي، لكن هم بينهما علاقة تخادم ومصالح. وحتى ينضبط الأمور أو تأخذ مسار جديد في العلاقة أكثر من كما سميتموها الحرب الباردة أو حرب التداخل والنفوذ على الساحة العراقية على وجه الخصوص، ربما تكون هناك خطوات مختلفة كليا حتى تحدث هذه المواجهة. لكن أعتقد على الأقل في المستوى المنظور والمتوسط ليست هناك مواجهة حقيقية عسكرية، لكن ربما هناك مواجهة اقتصادية وهي جارية الآن. الأمريكان يضغطون على إيران بشدة، العملة الإيرانية نزلت إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخها، هناك مصاعب حقيقية اقتصادية في إيران، وانعكاساتها على المشهد العراقي يتجلى في مدى الذعر الذي نشهده ونلاحظه على الكتل البرلمانية والقوة غير البرلمانية التي تحسب على إيران ومرتبطة بها ارتباطا عضويا. فهناك زعزعة في هذه الأوضاع التي نرى أن المواجهة ستكون متأخرة، لكن سيكون هناك تداخل في الصراع وفي النفوذ وأخذ وعطاء، حتى يعني ربما ليس قبل عام على الأقل. ولكن هناك يعني سعي وطلب أمريكي بحل الميليشيات داخل العراق التابعة لإيران، كيف تتوقع رد فعل الحكومة في العراق على هذا الطلب؟ الحقيقة هذا الطلب ليس هناك ما يثبته فعليا. الحكومة العراقية نفت وجود هذا الطلب الأمريكي التي أعلنت عنه بعض القنوات في الأسبوعين الماضيين، لكن بالتأكيد مطالب أمريكا بتحجيم هذه الميليشيات الحشد على وجه الخصوص. هناك مطالب داخلية عراقية من كتل برلمانية متعددة ومختلفة، هناك تذمر في الشارع العراقي من نفوذ ميليشيات الحشد التي أصبحت ليست قوة أمنية وإنما قوة موازية للقوات العراقية، بل بعض المحسوبين على حشد يقول صراحة أن الحشد مرتبط بالمرجعيات والمرجعيات مرتبطة بالإمام المهدي، ويتكلم عن أشياء عقدية، تصورات غير معروفة في الشارع العراقي وغير مألوفة في العرف السياسي والعسكري، وبالتالي يرى أن الحشد لا يمكن القوات العراقية أو الحكومة العراقية أن تحله أو تحجم من دوره. وعلى الميدان طبعا الحشد الشعبي الآن قوة اقتصادية، قوة عسكرية، يتمدد نفوذ، هناك أحزاب، هناك تكتلات، هناك شبكات اقتصادية، ناهيك عن الدور السلبي اللي تقوم به أفراد الذي يقوم به أفراد الحشد في المحافظات وخاصة المحافظات السنية. هناك ابتزاز، هناك أتوات، هناك اغتيالات، هناك توسع كما ونوعا في الانتشار، بل هناك مقرات في المناطق السنية للحشد الشعبي رغم كره ورفض الشارع العراقي لهذه القوة. من الدوحة عبر سكايب صحفي والإعلامي حسين دلي، شكرا لك.